مساء الخير عليكم مشاهدي قناة شوف تي في على البث المباشر. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة في برنامج أشنو عندك في البث المباشر مع كريم وسط. كنتمنى أنكم تدوزوا النهار كبير عند الله اليوم الجمعة، تدوزوا بخير وعلى خير. كنتمنى لكم الصحة والسلامة. تحية لكم من البث المباشر على الاستوديو قناة شوف تي في. كنقول لكم مرحبا بكم مرة أخرى. شوف تي في كترحب بك في برنامج اشنو عندك. انت ما عليك غير تسول، شوف تي في تعطيك الحل. افتح قلبك قول اشنو كاين، راه الجواب تلقاه في الحين. مرحبا بكم مره اخرى. تنبغي نقول متتبعي على القناه على البث المباشر في برنامج اشنو عندك مع كريمه وسط، كنتمنى تكون التفاعل ديالكم ان شاء الله كثرة. ومرحبا بكم، هذا برنامجكم، هذه قناتكم، هذه داركم. كنتمنى ان شاء الله يكون تفاعل، تكون يعني المشاكل اللي كتطرحوا علينا نكون في حسن الظن ديال نكون ونكون يعني لقاء الحل كيف كنقول. نتمنى وان شاء الله باذن الله. اللي بغى يتفاعل معنا ويتصل بنا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. مرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير، ونتمنى الصحة والسلامة والسلم للبلد الحبيب، لأن الأجواء بدات شوية بدات كتكاثر كورونا وهذا الوباء، الله يرفعوا علينا. التزامات ما بقاتش، الناس ديالنا الله يهديهم، التزموا يعني بالنصائح، التزموا يعني ديروا الكمامات، ديروا التعقيم، يعني حيدوا التجمعات، يعني حتى على ما اظن يعني الدار البيضاء غادي توقف يعني بواحد 4 اسابيع، لان عندنا شويه ديال المشاكل في الكورونا. وكنتمنى يا ربي يرفع علينا هذا الوباء وتكون الامور بخير وعلى خير. وهذا الشيء ما كيفرحش، لان الاعداد تكثر بزاف 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 بزاف. والمشكله اللي عندنا غادي تولي يعني المقاهي ولا الليليات ولا المحلات التجاريه يعني الثامنه ليلا كل شيء غادي يحبس. التنقلات يعني التاسعه ليلا، كل بالنسبه اللي يبغى يخرج من الدار البيضاء او لا يدخل الدار البيضاء الى ورقه يعني استثنائيه. الغرض ما يعني ماشي بنادم غادي يخرج ولا غيكون داك التجمع ولا غيمشي عند العائله ولا غيمشي عند، يعني كاينين حويجات اللي غادي نكونوا بهم تيحيد علينا هذا الوباء، لان هذا الشيء كثر بزاف والناس راه كتقوم بالواجب ديالها. مره اخرى تنبغي نوجه تحيه للناس ديال الصحه على المجهودات ديالهم، الناس ديال السلطات المحليه، الناس ديال السلطات الامنيه، الناس ديال المجتمع المدني، الثوره، الصحافه، جميع المواقع. وبالخصوص كنبغي نحيي ونهني القناه شوف تي في على المجهودات ديالها، انك تشوف وتعيش احداث اللي كتوقع اللي كنعيشوها دابا حاليا. اللي كنقول لهم شكرا على المجهودات ديالكم داخل استوديو ولا خارج استوديو، اصدقائي وزملائي صحفيين. تحيه لكم مره اخرى من اختكم كريمه وسط البث المباشر برنامج اشنو عندك. تنقول لكم مره اخرى اللي بغى يتصل بينا ويتفاعل معنا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. وكنتمنى الناس تدير بالنصائح، لان ماشي هادشي تفليه، يعني هادشي كاين، هادشي راه كاين، ماشي ما كاينش. حنا عشنا وعاشوا الناس، لان اتصالات اللي كانت عندي البارح من بعض المتفاعلين والاصدقاء اللي تنقول لهم الحمد لله تكونوا بصحه جيده، وقعت لهم مساكن تصابوا بهذا الوباء والحمد لله راهم بصحه جيده، ولكن دايرين احتياطات، لان كيقول لك الى قرصك الحنش تخاف من الحبل ولا من الشريط. ولكن هذا الشيء راه ما فيش تحكم، ما فيش تفليه، خاصنا نلتزموا بالنصائح. حيت علاش ما نديرش كمامه؟ ندير كمامه وندير التعقيم ونحيد من التجمعات باش تزيد الامور، نزيدوا لقدام نكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، باش تكون ترجع الحياه العاديه
وسلم السلام بلدنا الحبيب تحت رعاية قائد الأمة والتاج راسنا صاحب السمور صاحب الجلالة محمد السادس الله ينصرو لينا وخلينا، والأمير مولاي الحسن والأمير مولاي الرشيد والأسرة العلوية. معنا أول اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، شكون معايا؟ كريمة، صافا كلشي مزيان الحمد لله. شكون معايا خويا؟ القادر. منين؟ دوزي الدار. عفوا، الخط ديال السيد ما مسموعش الصوت ديالو، ربما ما الخط ديالو ما مشيتش لان تقطع الاتصال. نتمنى التفاعل مره اخرى ان شاء الله. اللي بغى يتصل بنا مره اخرى ويتفاعل معنا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، يتصل بنا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. مرحبا بكم مره اخرى، ونتمنى الصحه والسلامه والسلم لبلدنا الحبيب، ونتمنى يعني الشفاء اللي تصابوا بهذا المرض الله يشافيهم، واللي باقين في العنايه الله يشافيهم يا ربي، واللي اللي مساكن كي باقين كيتعالجوا الله يشافيهم، واللي تشافوا الحمد لله على سلامتهم، واللي بصحتهم يردوا البال ريوسهم، واللي تشافوا يردوا البال ريوسهم وديروا احتياطات، ونتمنى ان شاء الله الصحه والسلامه. كنبغي نوجه واحد التحيه لجارتنا عزيزة علينا مرتبة ديال الأم ديالي وعزيزة، يا ربي نتمنوا لها الشفاء العاجل. أمي فاطمة الله يشافيك ويعافيك ويحفظك لينا يا ربي تشافيك. وكنبغي نوجه التحية للأبناء ديالك وبنتك اللي كتعتبريها هي مرت ولدك، ولكن راه المرتبة ديال بنتك سعيدة، اللي كنقول لك تبارك الله عليك، لأن راه كنقول لك رانا كنشوفوك كيفاش كتعاملي مع أمي فاطمة الإنسانة الطيبة اللي كنت كنعتبرها أمي الثانية، راه واخا أمي أنت معايا في الدار، ولكن أمي فاطمة راه كنعتبرها أمي حنينتي حتى هي، الله يشافيك ويعافيك. وتنبغي نوجه تحية لخويا يوسف مصوبر والأخ ديالو عبد المولى مصوبر، تنقول وبشرى مصوبر اللي كاينة في الديار إيطاليا والزوج ديالها، نتمنى وإن شاء الله الشفاء العاجل للأم ديالكم اللي هم منا كاملين. وتنبغي نقول لكم كاملين الله يجعل ربي يشافيها ويشافي جميع المرضى يا ربي، وراكم في القلب ورا قلبنا راه الله اللي عالم من جهتكم أمي فاطمة. مرة أخرى تنبغي نقول لكم مرحبا بكم في البث المباشر على قناة شوف تي في برنامج أشمع عندك. نتمنى أن يكون التفاعل، هذا برنامج مفتوح، يعني المشاكل ديال الناس مشاكل اجتماعيه ثقافيه يعني فنيه، كل شيء ما هو كيدور كنعيشوه. نتمنى نكونوا في حسن الظن ديالكم، لان كريم وسط يعني بحكم التجربه ديال الميدان الفني وهذا، يعني عشت مشاكل كتقام الشخصيات هذا، ولكن ماشي كل شيء، يعني ما ندخلش في شي مسائل مثلا الصحه حاجه، داك الشيء ديال القضاء بوحده، يعني حنا غير كنستافدوا من الناس ومن الاساتذه. وكنتمنى اللي عنده شي اللي عنده شي مشكل اشنو عندك في هذا البرنامج مرحبا بكم. مع كريم وسط 06 82 01 88 23. وتنبغي نقول مرة أخرى شكرا على الأخت والصديقة ازدهار، اللي كنقول لك تبارك الله عليك على المايك وعلى التجميل، دائما تتقومي بالواجب في صالون حميد الحلواني، اللي تنبغي نحييك شكرا لك على المايك ديالك والتجميل ديالك رائع، ولو دائما كنخلق فيك ديك الجو ديال الزربه سربي سربي سربي، لان الحكم كتكون عندي اشغال البيت، انا ربت بيت راسي سي نورمال خصني نكون مع الوليدات ونقد مسائلي باش انا نكون على البث المباشر نكون مع جمهوري الحبيب. ونتمنى ان شاء الله الصحه والسلامه للجميع. مره اخرى تنبغي نوجه واحد التحيه
الصديقة ديالي اسمها الإدريسي اللي كنبغي نتمنى الشفاء العاجل والعاجل العاجل من القلب يعني من بث المباشر لك اختي اسمهان اللي كنبغي نقول لك هشام الله يشافيك الله يشافيك وعافيك راك عزيز وتنشكرك على الاوديو اللي صيفطتي ليا وانت مريض وقلتي ليا توحشتك توحشك الخير والرباح وان شاء الله كنتمنى انني غادي نجيك ويا ربي ارفع علينا هذا الوباء وتحيه لخوتي كلهم كريم خويا سعيد خويا حميدو العائله كلها ديال اسمهان اختي الادريسي وكاع الاخوت فاطمه نعيمه الحاج حياه سيمو كلكم راكم عزاز في القلب وما نساوش حسنه ومحسن وجمال ومحمد امين كتكون صغير الله يخلي لكم اللي في الديار الامريكيه نتمنى ربي يرفع علينا هذا الوباء مره اخرى تنقول شكرا على التفاعل ديالكم شكرا الناس اللي ما كان ربما ما كاينش واحد التواصل في يعني لي كومونتير ولا الناس اللي كتراسلنا واللي كتدي التعليق ديالها شكرا لكم على الكلمه الطيبه شكرا لكم على النصائح ديالكم شكرا لكم ومسامح ليكم كاع اللي قال كلمه ماشي عاتب فيها كاين حتى مشكل حنا خوت وكنستافدوا منكم ولولا انتم مشاهدين ومستمعين وجمهوري الحبيب ما غتكونش كريمه في الساحه الفنيه ما تكونش كريمه وعلى كرسي في البث المباشر في استوديو في قناه شوف تي في البث المباشر برنامج اشنو عندك مره اخرى تنقول شكرا للمسؤولين على قناه شوف تي في تنشكر بالخصوص السيد ادريس شحتان على المجهودات ديالو وتنشكرو يعني هو السبب اللي كنت يعني جيت كريمه وسط الناس كتقول كريمه وسط ما خدتش حقها ولكن هذه الالتفاته دائما تنقول شكرا مره اخرى شوف تي في وما نساوش جنود الخفاء على المجهودات ديالهم نتمنى يكون التفاعل ديالكم تنبغي نحيي اصدقائي الفنانه كلهم كاع اللي كيستعدوا على التصوير كنتمنى لكم التوفيق من القلب الخالص كل واحد يعني باسمي كل مخرجه باسمها الفنانين كلهم كنتمنى لكم التوفيق وربي يعاونكم ورحنا خوت وكنفرحوا لخوتنا وربي يرفع علينا هذا الوباء وفنان اصدقائنا الفنانين الاساتذه اللي مسك المرض ومحنين شويه نتمنى لهم الشفاء العاجل ويتفكروا خوتنا احنا الفنانه خصنا نديروا يد في اليد ما نتسناوش ان ثقافه ولا الناس مسؤولين يعني كل واحد بيدوره الله يحسن العوان كل جميع ولكن احنا كفنانه ولو اتصال احنا هذا زمن كورونا المشاكل كورونا يعني هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى هذا جعل العالم كامل ولكن كاين اتصال كاين نسولوا بعضياتنا كاين اللي محتاج كاين اتصالات كاين مواقع كاين الناس اللي غادي تساهموا ولا تأدي ولا الله يجزيهم بالخير كاع الناس اللي كدير الخير الله يكثر خيرها وتجعلها لها في الميزان المقبول والله يكثر كل واحد خيره وهذا الشيء اللي غادي نقول مره اخرى اللي بغى يتفاعل معنا ويتصل بينا على الرقم الهاتف 06 82 01 28 23 نتمنى ان شاء الله التفاعل ديالكم وبالمناسبة تنبغي نقول نتمنى حظ موفق الفريق الوداد البيضاوي نتمنى ان شاء الله هو كيلعب مع مصر اللي كنتمنى يعني البلد الشقيق حنا خوت الحمد لله نتمنى سفر سعيد ويجيو ان شاء الله ودائما حنا كنفتخروا بلدنا بالرايه الوطنيه الرايه المغربيه الله الوطن الملك تحت قائد الامه الله ينصر سيدي معنا اتصال الو تقطع الخط نتمنى ان شاء الله يكون تفاعل مره اخرى تنبغي نوجه تحيه مره اخرى لسيدي الشريف سيدي عمر الشريف ديالنا اللي في مراكش اللي توحشناك وتوحشنا العائله ديالك الزوجه والابن ديالك الله يخليه لك نتمنى انك تكون بألف خير وتنحيوا يعني الناس ديال مراكش ونتمنى لك والمجموعه ديالك
والفرقة ديالك الصحة والسلامة. وما ننساش صديق والاخ الفنان اللي كيوجد الاعمال ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي، نتمنوا ليه التوفيق. سي ميدو الناس ديال الشويطر اللي كنقول لك تبارك الله عليك. وما نساوش الفنانه المقتدره دائما كتتواصل معاهم وكتشارك معاهم في الاعمال اللي كنقول لك للا السعديه لوك المراكشيه ديالنا، راكي غزاله وعزيزه وراكي في القلب، وقريبا ان شاء الله نضيفوك وتجي عندنا على البث المباشر في قناه شيف تي في. مرحبا بك في برنامج اشنو عندك. نتمنى ان شاء الله الصحه والسلامه وكل شيء بخير وعلى خير. وما ننساوش اصدقائي اللي في القصر الكبير اللي شحال هادي كان مسكين كيتواصل معايا ودائما كيأسرني ودائما كيجي عندي ودائما تتكون يعني في الجمعيات، كيكون حفل في الجمعيه ديالهم في جمعيه ديال المكفوفين اللي كنبغي نحيي بها الحاج الحيطي الاب ديالو عصام الحيطي الفنان تبارك الله. دابا راه خد المسطر ديالو تبارك الله في المسرح والاداء اللي خرج جوالات، خرج في الدول العربيه اللي تبارك الله. وكانت الاستاذه ديالو هي الصديقه ديالنا اللي كنحييها بهذا المنبر، الاستاذه الفنانه المقتدره لطيفه احرار، كانت الاستاذه ديالو اللي كنستافد منها ويعني الحكم التجربه وتبارك الله عليه راهو غادي. وكنتمنى ليه التوفيق عصام الحيطي والناس ديال القصر. وما نساوش ايوب راي من مدينه القصر، وما نساوش عصام الشكري سرحان عفوا تا هو راه فنان وكان اتصل بيا في الاعمال. كان واحد الحفل وجيت بخصوص بالدعوه اللي دار لي عصام سرحان، تنحييك لانه كان هو اللي كان في دو فويس. تنقول لك تبارك الله عليك ونتمنى لك التوفيق والمسار الفني ديالك. وتحيه مره اخرى لجميع الاصدقاء كاع اللي كيسولوا فينا ولا يعني يسالوا علينا. تنقول لكم مره اخرى الله يوفقكم وان شاء الله تكونوا بالف خير. اصدقائي كلهم فنانين كل واحد باسمه، نتمنى لكم ان شاء الله الصحه والسلامه. اللي بغى يتفاعل معنا مره اخرى يتصل بنا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. ربما كتفرجوا في الوداد البيضاوي، ونتمنى حد موفق الفريق ديالنا الحبيب العمراء، ونتمنى مره اخرى الفريق الرجاء البيضاوي الفريق الاخضر اللي نتمنوا ليه تا هو التوفيق ان شاء الله تا هو يجي نجيبوها يا وداديه يا رجويه. حنا كنا رايه حمراء مغربيه نجمه خضراء، حنا كنفتخروا منتخب الوطني المغربي حامل رايه الوطن وعلى راس تحت قائد الامه صاحب الجلاله محمد، وهذا كيشرفنا وشرف بلادنا. ونتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله. نتمنى التفاعل لان اليوم كبير عند الله وفرحه، وخا الناس الله يحسن العوان كل واحد عالم بيه الله بهذه المشاكل ديال كورونا لان تزمطات على كل شيء. يعني الله يحسن العوان. انا كنبغي نقول يا ربي ترفع علينا هذا الوباء من القلب، يعني كدعواتنا ودعوات هاد الوليدات الصبيان والشياب والناس الكبار، يا ربي ترفع علينا هذا الوباء وان شاء الله ترجع الحياه العاديه ونكون سالم وسلام. كي قلت لكم مره اخرى تنبغي قبل ما يتفاعل معنا شي حد تنبغي نوجه مره اخرى واحد التحيه لبنات خالتي بنات خالتي لي خالتي عندي دائما كانت قلبي وغتبقى دائما في قلبي ودائما في قلبي الله يرحمها ويسالها خالتي حليمه. عائله قبول رشيده، قبول خديجه، قبول بشرى، ما نساوش الصغيره الغزاله ديالنا جيهان اللي كنبغي نقول لكم راكم في القلب. وما نساوش كنقولوا القائد الاسره السي محمد قابول وزوجته
الأمينة اللي كنقول لك تحية لك من بث المباشر لكم كاملين، وما نساوش الابنة ديالك كنزة والزوج ديالها، وما نساوش يحيى اللي في الديار الفرنسية وهي في الصين، اللي كنقول لك تبارك الله عليكم وراكم دائما في القلب عائلة قابول، ونتمنى لكم الصحة والسلامة وراكم خواتاتي وبزاف بزاف لما نقول لكم راه معزتكم بوحده. وما نساوش عائله وسط، عائله وسط عائلتي كبيره، نوم الحاج حماد، حاج الحاجه نعيمه وسط، فتيحه، سعاد، كلكم، عبد اللطيف، مجيد، راكم عائله عبد العالي، كل الزوجات ديالكم، امينه، خديجه، كلكم، اش غنقول لكم، كلكم في القلب. كنتمنى لكم الصحه والسلامه وطول العمر، ونتمنى لكم العائله تبقى مجموعه. حنا راه خوت وحباب وعائله وسط، راه معروفه كلها. وما ننساوش الحاجه ميلودا، نتمنوا لها الصحه والسلامه. وبهاد المنبر تنبغي نحيي الحاجه زهره اللي كنعتبرها الام الثانيه وخالتي، تنحييك من الدار البيضاء في الاستوديو على البث المباشر قناة شوف تيفي، من الدار البيضاء إلى قنيطرة، اللي كنقول لك تبارك الله عليك، ونتمنى لك الصحة والسلامة وطول العمر. وتنبغي نحيي كاع وليداتك اللي في الخارج، زهاء الزوج ديالها وليداتها، سي محمد، هولندا، نبيل، بلجيكا، اش غنقول لك زعما، كلكم سعيد وسكينه، والكسكوته الصغيره هي كنحفظ، الله ربي يحفظها لكم، اللي كاينين بلجيكا. تنقول لكم نتمنى لكم الصحه والسلامه، وربي يرفع لكم الوباء ويخلي لكم الحاجه زهره اللي عندنا في القلوب، راه توحشناك وعلى سلامتك جيتي من بلجيكا، وان شاء الله تكوني بخير وعلى خير. وتنحيي العائله ديالك في مراكش. شكرا لكم مره اخرى. كنبغي نقول التفاعل ديالكم كنتمنى يكون بكثره، وربما كيف قلت اليوم كان يعني الماتش ديال المباراه ديال الوداد البيضاوي اللي تشرفنا ان نحضروا ليها ونشوفوها، ونتمنوا لهم الحظ ان شاء الله مع الشعب والبلد الشقيق مصر. اللي تنبغي نحيي مره اخرى جميع اصدقائي، وتمن من اصدقائي المصريين، الصديق والفنان هشام الوزيري، اللي كنبغي نحييك مره اخرى من المغرب، من استوديو برنامج شنو عندك، اللي نتمنى لك الصحه والسلامه، ونقولها لك بالمغربيه لان تعز عليك بالروح ديالك المغربيه، والام ديالك الوالده ديالك الله يرحمها ويوسع عليها، لان من الاصول المغربيه جدودها، جدود ديالها. واللي كنقول لك مره اخرى يا وزيري، وحد تستقبلنا ان شاء الله، في وعدتيني على الاستقبال في المكالمه من مصر الى المغرب، وده يعني بلادك الثانيه، وكنتمنى لك ان شاء الله الصحه والسلام ورحمه كبيره على امك ووالدتك، وربي يعطيها يجعل مثواها الجنه والجميع ان شاء الله. معنا اتصال. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. برنامج سوسان كذا. نعم سيدي. الاخت نجاه هادي كريمه وسط، هادي لا كريمه وسط هي. مرحبا سيدي. المهم غير بغيت نتصل بك نقول لك البرنامج ديالك راه رائع، والله يزيد، والله يوفق. ربي يخليك. اسمك الله الشريف؟ سميتي كمال راقي. متشرفين. مدينه؟ مدينة أكادير. من الفان ديالك زعما، من البداية ديالك. أيوا، شكرا، بارك الله فيك سي كمال. وحنا راه من المشجعين ديالك، ونقول راه دائما إذا ما كنتيش في المسلسل والله إلا زعما راه من الفان ديالك، المعجبين بزاف، وحق الله رابيك. شكرا بزاف، وكنشكرك على التفاعل ديالك وعلى الكلمة الطيبة اللي قلتي في اختك كريمة. كنشكرك بزاف سي كمال. آمين، الله ما يسر. كي درتي مع هاد الكورونا، مع هاد الأجواء؟
ايوا الحمد لله، اللهم لك الحمد على القضاء ديال الله والقدر. واش غديري، الانسان كيتمشى معاه، واش غديري. الحمد لله، نتمنى ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياة العادية، باش نتواصلوا مع احبابنا وعائلاتنا وناسنا، وخاصنا نلتزموا بالنصائح. ياك السي كمال، هو النصائح ولا بد منهم، واش غديري؟ لا بد، ضروري من الحكومه، ضروري من التعقيم، ضروري من يجتنب المخالطه، نعم ضروري سيدي، نعم سيدي، نعم. كي دايره الاجواء في اكادير؟ مزيانه، ايوا الحمد لله، الدنيا بحال الا غضبانه شويه، ما بغاتش تطيح الشمس، ما بغات والو. والله يرحمنا برحمته ان شاء امين الله، امين ويرفع علينا ربي امين هذا الوباء. وشوف امين. هذاك الشيء قسم الله سبحانه وتعالى، ولكن الانسان خاص شويه التزام باش نزيدوا لقدام ان شاء الله. امين الاخت، امين، الله يوفقك، الله اللهم يسر. شكرا، بارك الله فيك السي كمال، شكرا، الله يسرك. شكرا لك على التفاعل ديالك مره اخرى. تحيه الكمال من مدينه اكادير ليك، سنبغي نقول لك شكرا على التفاعل ديالك. وكيف كيف قال يعني، حتى الاجواء بدات يعني ماشي يعني المدن كلها اللي في المغرب، يعني الاجواء راه مع الجو ديال كورونا راه شيء عادي، لان حتى بنادم ولا مخلوع، ما بقاش التواصل مع الناس، ما كنقدروا الاختلاطات، اغلبيه الناس تنبغي نحييهم في هذا المنظر وعلى البث المباشر. تبارك الله عليكم، اغلبيه العائلات تلتزموا يعني بالنصائح، عفوا، لان حيت علاش دابا تنشوف بعدا حتى بعض الناس الجنازات وهذا، والله العظيم الا حضرت شحال من جنازه، يعني الناس كاين واحد التباعد، يعني خايفين من طبيعه الحال، لان كل نفس ذائقه الموت، راه الانسان نجاته، ولكن مع الحجر خصنا نقوموا بالنصائح والقانون اللي مطبقينه، يعني ماشي عليا وعلى كل شيء. ونتمنى ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء، نتمنى يا ربي يا ربي. اللي بغى يتفاعل معنا ويتصل بنا على البث المباشر مره اخرى في البرنامج اشنو عندك في قناه شوف تي في، يتصل بنا بالرقم الهاتف 06 82 01 28 23. وبهذه المناسبة تنبغي نوجه واحد الإهداء لأخي وصديقي، وكان دائما في معايا في المساندة يعني المعنوية والقلب الطيب، ماشي تنقولها يعني أمام يعني في البث المباشر، خليل أو منصور اللي دابا في فيلينغ بيوتي، اللي تنقول لك تبارك الله عليك وتنحييك أنت والطاقم اللي كيشتغل معاك واللي كتشتغل معاه. سي خليل توحشناك بزاف بزاف، لان دائما كان صديق يعني الدرب، عفوا، صديق الدرب والجورة اللي كنعتبره ولدي، خويا الصغير، لان مسكين سافر معانا في الجوالات، وكان هو اللي كيعمل الحلاقه والتزيين للفنانين، ومنهم نيت انايا، تنقول لي شكرا لك مره اخرى خليل او منصور. نتمنى انك تكون بالف خير انت والعائله ديالك، ونخلي لك الميمه الحنينه لله امينه. وما نساوش خويا انوار وصلاح وهدى وحياة، والله يخليهم لك، وما نساوش رحمة الوليد الله يرحمه ويوسع عليه ويخلي لك الحاجة أمينة إن شاء الله. مرة أخرى تنقول لكم بقت بضع يعني دقائق على نهاية حلقة اليوم برنامج أشنو عندك، كنتمنى يكون التفاعل مع اللي بغى يتصل بينا على الرقم الهاتف 06 82 01 28. ايوا نتمنى تكونوا تفاعلوا معنا، وان شاء الله باذن الله معنا اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام اختي كريمه، كي دايره؟ لاباس الحمد لله. لاله، الله يحفظك اختي، كي دايره هانيه بعدا؟ الله افتقدناك اختي. والله والحمد لله، افتقدتي الكريمه يعني هيفاء السابقه او لا الحاليه؟ صديقة وأخت وممثلة محبوبة، وعمرنا ما نسيناك، بالرب العظيم عمرنا ما نسيناك. بارك الله فيك، شكون معايا بعدا لاله باش معك؟ سعيدة من الحي الحسني. تحية
نزير حي الحساني. بارك الله فيك والله يطول عمرك. الله يطول عمرك. ونتمنى لك كل خير ان شاء الله. بارك الله فيك. والحي الحساني راه عندي فيه اصدقاء وصديقات اللي كنبغي نوجه لهم تحيه وتفاعلت معايا اخت خديجه اللي كنقول لها شكرا حتى هي وتنشكر حتى انت. اييه جارتي جارتي. الله يحمرها دار لاله خديجه تنحيها هي والابنه الابنه ديالها ونتمنى لها التوفيق وخواتاتها اللي على برا اللي ربي يخليك الله يطول عمرك ربي يخليك. تنشكرك بزاف. ومرحبا بك عندنا الوقت جيتي بحال حساني. مرحبا بك. شكرا لاله سعيده وربي يرفع علينا بعد هذا الوباء ونديروا الزياره لان خاصنا التزم. يا ربي امين الله يبعد علينا هذا الوباء ويبعدوا على المسلمين كاملين. يا ربي امين لاله يا ربي امين. كي دايره انت يا لاله؟ نعم. قلت لك كي دايره انت بصحيحه لاباس؟ لاباس ربي يخليك وسمحي لي على هاد الديرونجمون والله يجعل ربي يحفظك ونتمنى لك الازدهار والنجاح ان شاء الله. شكرا بالعكس هذا شرف ليا انك اتصلتي بيا وعطيتينا وقت وتفاعلتي معنا كنشكرك بزاف سيغتو في البرنامج ديالي وهذا الشرف اللي في البث المباشر في قناه شوف تيفي. ربي يخليك راكي عزيزه ربي يخليك. شكرا بارك الله فيك لاله سعيده وكان الله يحفظك ربي يخليك. كنواعدك غادي ان شاء الله نشوفك وفي القريب ان شاء الله ونشوفوا تختنا و ان شاء الله. مرحبا والف مرحبا. بارك الله فيك وطول عمرك. شكرا بزاف. بارك الله فيك. شكرا بزاف لاله. السلام عليكم. شكرا لك. مرة أخرى تنبغي نقول شكرا على المتفاعلة ديالنا لاله سعيدة من الحي الحساني تنشكرك على الكلمة الطيبة اللي قالت كلمة افتقدناك يعني الحمد لله أنا يعني واحد اللي كنقول شكرا اللي كنحمد به الله سبحانه وتعالى على جمهوري الحبيب اللي كيساند كريمة وسط ولو يعني كلمة طيبة يعني المساندة المعنوية اللي كنقول شكرا مرة أخرى على التفاعل ديالكم. شكرا لكم اللي سامتوا كريمه وسط ولو ملي كانت في الوزن الثقيل ولو قلتوا كريمه وسط افتقدنا الشكل ديالها وهذا ولكن كريمه وسط ولو تغيرت حنا بغيناها يعني نشوفوها ولو تغيرت الشكل راه المضمون باقي. تنشكركم كاع اللي كيقول كلمه في حقي وهذا يعني لطف منكم. شكرا بزاف لكم على التفاعل ديالكم. شكرا الناس اللي باقا لحد الان كتصل بيا لان باقيين دايرين هذيك الاشاعات ديال الكاذبه اللي حاطين فيديو والصوره ديالي واخدين يعني دايرين متركين صوره ديال شي مسكينه سيده مريضه الله يجعل ربي يعفو عليها ولا الله ماتت مسكينه الله يرحمها. تنتمنى الناس اللي كيساندونا تنقول لهم شكرا مره اخرى لكم. تنبغي نوجه تحيه الناس ديالي الاصدقاء ديالي كيتفاعلوا معايا وكيساندوني بزاف منهم صديق والاخ الفنان الرياضي المعروف سابقا في الوداد البيضاوي العربي العسري اللي كنقول لك تحيه ليك من هذا المنبر والفريق الوداد البيضاوي اللي كنتمنى ليه الحظ ان شاء الله الموفق يا ربي تيسر الجميع واللي كنقول مره اخرى الله يرفع علينا هذا الوباء. بقات لبات دقائق اللي بغى يتفاعل معنا مره اخرى يتصل بنا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. وما نساوش واحد التحيه للاخت الاخت ازدهار اللي كتعمل لي التجميل اللي تنقول لك شكرا بارك الله فيك والتزيين ديال الصالون اللي كنقول لك تبارك الله عليك. اختي نجاة نجاة الملقبه انا كنشد فيها تنقول لها نجاة اللوين نجاة اللوين تبارك الله عليك الله يخليك لينا وخلينا مي محجوبه وخوتك وشكرا لكم مره اخرى. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو قطع الخط.
نتمنى التفاعل مرة أخرى، الخط تقطع، نتمنى التفاعل في اتصالات أخرى إن شاء الله. تنبغي نوجه واحد التحية لواحد السيدة اللي تعرفت عليها يعني بعد الأيام، اللي تنقول لك شكرا بزاف من القلب الخالص، ويعني وعين يعني قلب دامع كنقولوا، وعين باكيه كنقولوا حنايا. تنقول لك شكرا بزاف على المسانده ديالك بين قوسين، يعني من كل شيء، يعني اللي كتصلي بيا وكنتي في جنبي، تنشكرك بزاف. وكانت الوالده ديالي عيانه وكنت في جنبي، تنشكرك لاله فاطمه انت والعائله ديالك الصغيره، لاله فاطمه اللي تساكنات في كاليفورنيا، اللي كنقول لك شكرا لك لاله فاطمه على التعامل ديالك، على الانسانيه، على الطيبوبه ديالك، والله يخليك لينا. وشكرا بزاف بزاف، ومن هذا المنبر تتبغي تحييك حاجه ديالي سعديه الوالده ديالي وعائلتي الصغيره، وراكي عزيزه وغاليه، وتنتمنى ربي ما يحشمنيش وانا في بدايه، كنتمنى موفقه ومسيره موفقه ليا وللجميع والناس ديال الاستوديو في برنامج اشنو عندك، ونكون في حسن الظن ديالكم. تساندوني باش نزيدوا ان شاء الله لقدام، وتكون مواضيع وتكون حلقات ويكونوا ضيوف، ونتمنى يا ربي اللي يحشمني. شكرا لك مره اخرى لاله فاطمه في كاليفورنيا، شكرا لك، الله يخلي لك وليداتك والزوج ديالك والعائله ديالك الصغيره والكبيره، شكرا لكم مره اخرى. كنقول قريب ينتهي البرنامج، اللي بغى يتفاعل معنا الرقم الهاتف راك عارفينه 06 82 01 88 23. معنا واحد اتصال. الو، السلام عليكم. الو الو، تقطع الخط. نتمنوا التفاعل مره اخرى. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيدايره كريمه؟ لاباس الحمد لله. صحتك؟ الله يبارك فيك لله. واش غادي؟ الحمد لله. شكون معايا؟ معاك العزية نجاة. لا نجات لابس هذا لقب، كنضحكوا مع الحمد لله، كنا بحال بحال وما عندناش كنقصوش من شي حد، حنا كنضحكوا بجو عائلي. تحيه لك اختي نجاة. كيدايره امي محجوبه؟ الله يطول عمرك، الله يحفظك ليا، الله يخليها لك ويخلي لك الزهار. تنشكرها على التزيين، دائما تتكون قايمه بالواجب، واخا كندير ليها الروباله، كنروب لها سربي 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 سربي، كتقول لي شوفي. على القلب، على القلب، على القلب، راك عزيزه كريمه، الله يسهل لك والله يكون معك. شكرا. ووقف في البرنامج ديالك. شكرا، كنشكرك بزاف. واخا قبيله راه قلت لها شوفي راني غادي نحاول انني نقاد الكرافطه، ولكن زلقات لي ماشي مشكل. هذا نوع من الارتباكات، ولكن هذا ولفنا نحن في الدومين ديال الفني، يعني المسرحي، ودائما كتخلق ذاك الاجواء الكوميديه. ولكن الحمد لله حنا مع جمهورنا وحبابنا كنبغي نخلقوا ذاك الجو. هذاك الشيء اللي كاين، الله يسهل. كي دايره ازدهار؟ لاباس الحمد لله، الله يحفظك. قول ليها قالت لك كريم واش خليتي لها شي مسمنات ولا ضربتيهم كاملين؟ ضحكات. هيا هيا معاك. دوزي عليا. إي لالا كريمة. أجمل تحية وتحية وكبيرة من راسي لالا كريمة، وتبارك الله عليك. شكرا. وبرنامج تبارك الله في المستوى. شكرا، بارك الله فيك. وكنتمنى نشوفك ديما الفوق 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 في أي حاجة درتيها، لحقاش مرضية، تبارك الله عليك. شكرا، بارك الله فيك. ازدهار، هذا لطف منك، أن الإنسانة الطيبة والقلب الطيب، ودائما كتبغي تخليني بالراحة ديالي، ولو أني كنجي عندك يعني كتعملي لي المايك. تبارك الله عليك بعدها.
هائل. ماشي هذه مجامله، انت انسانه انت كذلك طيبه وتبارك الله عليك، عندك الشعبيه، عندك الناس ديالك خاصين. تنتمنى لك التوفيق في المسار، يعني في المهنه ديالك، في التجميل والتزيين. شكرا لك ازدهار، وتهلا ليا في الميمه الحنينه للا محجوبه. ضروري ضروري، الله يوفقك لالا كريمة، وكنتمنى لك كل ما منكذبش عليك كل خير. شكرا بارك الله فيك. الفوق الفوق ربي يخليك. اجي نقول لك كم كليتي الرمان تا هو كليتي كل شيء. ديرها كريمة اختي. تحية ليك مرات الأخرى. لا لا تحية كريمة. شكرا لك. الله يخليك لينا، الله يخليك لينا، الله يخليك لينا. ربي يخليك دائما ابتسامة. يلا باي باي. شكرا شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك. بروح يعني الانسان نبدا كتكون ديك الابتسامه. هادو صديقاتي في المجال ديالهم التجميل والتزيين العرايس، وتبارك الله عليهم، وكيعملوا هادشي ديال يعني ما كل هو يخص بتزيين المراه يعني بالنساء. يعني تبارك الله عليكم. واللي تنبغي نقول مره اخرى، تنبغي نحيي جميع اصدقائي الفنانين والفنانات، الناس اللي كتسهر، الناس اللي كتجري وكتحارب وكتعطي نصائح ومجهودات، اللي تنبغي نقول لهم يعني المجتمع المدني، الناس ديال السلطات الامنيه المحليه، دورها الصحافه، جميع المواقع، تنقول لكم شكرا لكم على هذه المجهودات اللي كتقوموا بها. معنا اخر اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام. شكون معايا؟ معك برعي من مصر. مصر؟ مصر ايوا مصر، ام الدنيا. اهلين. ازيك يا هشام؟ والله العظيم والله العظيم 100 100. تحيه لهشام، هذا هشام جارنا من انا عرفتك لان انت معروف بالاداء ديالك المصري، ودائما تحتفنا يعني تحتفنا بكلمات، ودائما كتقشب معنا في الحي ديالنا، في الحومه ديالنا. تحيه لك وتحيه لمحلمه وعبد الله. ربنا يخليك يا اختي كريمه، والله انت اختينا. ايوه. وان شريتلكش الارض حنشيلك جوه عينينا ان شاء الله. الله يطول عمرك يا اخي. احنا من الجمهور بتاعك وبنحبك وبنسندك على طول. شكرا على الروح المرحه ديالك. كي داير بعد الرميدي لاباس عليه؟ الرميدي بيبوس ايده ووشه وضهره. ها؟ ويشكر ربنا على النعمه اللي هو عايش فيها. ويتمنى لي كل حظ طيب ان شاء الله في البرنامج بتاعك ده، برنامج ناجح. برنامج اشنو عندك؟ اشنو عندك؟ ايه عندك؟ واحنا اللي بنقول حيد عليك. شكرا بارك الله فيك. تنحييك بزاف هشام، وتنحيي المحلمه. وشكون معاك في الدراري مرحبا بهم؟ احنا معايا الاخوان في ياسين عوينه، سلم على ياسين، حمزه تحينيشه، كله عندنا الرميدي، الاخ هشام حقوبي، ورشيد اخوه، ورشيد بوقا، ورشيد بوقا، تحية لكم. وبدل الروح المرحة تنحييكم من برنامج اشنو عندك، تنحيي السكينة ديالي الحي افريقيا بنمسيك في الزنقة 40. كنقول لكم شكرا لكم على المستمعين. انا عاوز اغني لك اغنية. تفضل غنيها للمستمعين المشاهدين ان شاء الله. تفضل. اقدر تماسي، اقدر تماسي، لا تحية ليك. شكرا لك. ما حبيت الأخت كريمة. شكرا بارك الله فيك على الروح ديالك المرحة، دائما كتخلق لينا ذاك الجو في السيكتور ديالنا. شكرا على الاتصال.
شكرا مرة أخرى للسكينة ابن الحومة بن الحي ديالي هشام اللي تنقول لك تبارك الله عليك، الله يخلي لك ميمتك حليمة. هو مغربي ولكن كيدير تقليد جميع الأصوات والهذا، وتبارك الله عليك. وحنا الحمد لله كنفتخر ببلادنا وبالوطنية ديالنا وبالراية ديالنا وبالصحراء ديالنا، وحنا على استعداد شكون نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله، زعما الكلمه الطيبه اللي كت يعني شنو نقول لك، الله يحفظكم لينا اللي كتشجعوني وكتساندوني. شكرا للسكينه ديالي، شكرا جمهوري داخل ارض الوطن، شكرا للجنود الخفاء اللي داخل الاستوديو اللي كنحييهم بزاف بزاف بحراره، المخرج ما نساوش رئيس التحرير اسماعيل، المراسلين عبدو اشرف عبد الصمد الشرقاوي سفيان، شكرا لكم على المجهودات ديالكم. زملائي الخارج الاستوديو اللي اشتغلوا على البث المباشر خارجين الاستوديو، كنقول لكم تحيه لكم الشوف تي في. شكرا مره اخرى المسؤول على الشوف تي في سي ادريس الشحتان، تنقول لكم تصبحون الف خير غدا ان شاء الله. تفاعل بكثرة ان شاء الله الجمهوري الحبيب، نتمنى ان شاء الله تشوفونا غدا ان شاء الله بحلقة موضوع جديد وتفاعل بكثرة ان شاء الله بجمهوري داخل ارض وطن وخارج ارض وطن. شكرا على التفاعل ديالكم، تنشكركم من القلب الخالص في الاستوديو على البث المباشر. مرة اخرى تنقول لكم غدا ان شاء الله برنامج أشمع عندك تصبحون على ألف خير إن شاء الله. كلمة وسط.